ماذا حدث ليلة 18/5/2024 في سماء إسبانيا والبرتغال؟ وكيف حفظ الغلاف الجوي هذه المدينة من دمار كبير جدا؟ إنه نيزك أخضر اخترق الغلاف الجوي، ولكن هذا ما حدث. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، النيازك تسقط على الأرض كل يوم. من رحمة الله أننا تقريبا لا نرى منها إلا حالات نادرة جدا، كما حدث قبل يومين في سماء إسبانيا. رصدت الكاميرات هذا النيزك العنيف والذي توهج بشدة على حدود الغلاف الجوي. نريد أن نفهم اليوم أيها الأحبة، ما هي النيازك؟ من أين تأتي؟ لماذا تنطلق بهذه السرعة العنيفة؟ وماذا يحدث لو أن الغلاف الجوي للأرض غير موجود؟ وما هي القوة التدميرية لهذه النيازك؟ وهل صحيح أن نيزكا ضخما أدى لانقراض الديناصورات قبل 65 مليون سنة؟ وغير ذلك من المواضيع، فتابعونا. باختصار شديد، النيزك هو قطعة من الحجارة قد تكون بحجم حبة الرمل، وقد تكون قطعة الحجارة كبيرة جدا بحجم كويكب صغير. يعني يمكن أن تكون مثلا قطرها كيلومتر، ويمكن أن تكون بضعة مليمترات. هذه الحجارة تسبح في الفضاء من حولنا، لذلك نحن على الأرض أيها الأحبة محفوفون بالمخاطر. والعلماء يعجبون حقيقة، في كل بحث وفي كل دراسة يعجبون، ما الذي يجعل أرضنا هذه تنجو من كل هذه النيازك القاتلة التي تحيط بالأرض؟ لماذا تبتعد هذه النيازك عن الأرض وتضرب كواكب أخرى؟ يعني مثلا المريخ أو القمر يقذف بالنيازك، ومرت فترات من عمر القمر تم قذفه بمليارات من هذه النيازك، آثارها حتى الآن. ما الذي يحدث إذا نزل نيزك ضخم إلى الأرض؟ يمكن أن يدمر الحياة على ظهرها. قبل 65 مليون سنة نزل نيزك ضخم جدا إلى الأرض، وأحدث حفرة عميقة وكبيرة، وأدى لأن يكون هناك دخان كثيف يغلف الأرض، فاختنقت الكثير من الكائنات، ومنها الكائنات التي كانت مسيطرة في ذلك الوقت وهي الديناصورات، ماتت وانقرضت تماما، سبحان الله. وهذا طبعا حدث بأمر الله، لأن هذه الديناصورات كما تقول الدراسات العلمية طغت كثيرا وسفكت الدماء، وكانت مخلوقات عنيفة سيطرت على الأرض لعشرات الملايين من السنين، ولكن الله أخيرا أهلكها. هذا درس عبرة لنا أيها الأحبة، لكي نتواضع قليلا أمام عظمة الخالق عز وجل. بالنسبة لهذا النيزك الذي توهج باللون الأخضر، حقيقة هذا النيزك احترق معظمه على حدود الغلاف الجوي. هو انفصل كما يظن العلماء عن مذنب، والمذنبات هي أيضا أجرام كونية تسبح في الفضاء أيضا ربما لملايين السنين قبل أن تصطدم بشيء أو تختفي أو يحدث لها أي أمر. انفصلت هذه الكتلة وهبطت باتجاه الأرض بشكل مفاجئ، ولكن الله عز وجل الذي خلقنا لم ينسنا من فضله. من رحمة الله تعالى بنا أنه لم يتركنا على الأرض وحيدين، بل خلق لهذه الأرض غلاف جوي بحدود 100 كيلومتر. هذا النيزك انفجر أو احتك مع الغلاف الجوي على ارتفاع 60 كيلومتر، وكانت النتيجة أن معظمه قد احترق وتبدد وتحول إلى سحابة دخانية، وكأنه سحاب مركوم كما أشار القرآن لذلك الأمر قبل
أكثر من 1400 سنة، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، إشارة إلى أن اختراق هذا الكسف أو هذه الحجارة، اختراقها للغلاف الجوي تحترق وتولد كمية كبيرة من الدخان، تظهر بالنسبة لنا مثل الغيوم، مثل السحاب، سحاب مركوم. سبحان الله، هذه إشارة رائعة لهذا الأمر في القرآن الكريم. الشيء الثاني أيها الأحبة، أن هذا النيزك، هل تعلمون كم السرعة التي اخترق بها الغلاف الجوي؟ ربما لا تصدق أخي الحبيب، أكثر من 160 ألف كيلومتر في الساعة. أرضنا محيطها 40 ألف كيلو متر، يعني في ساعة يلف الأرض 4 مرات. تصور السرعة الهائلة. تخيل لو أن هذا النيزك هبط فوق رؤوسنا لولا هذا الغلاف الذي حفظه الله بعنايته ورعايته. تأمل معي هذه الآية، أشعر بنعمة الله عليك. أنت تجلس هنا ولا تشعر أن الله حفظك من شرور كثيرة وأنت لا تشعر ولا تدري. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سبحان الله، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، أي أن الله جعل هذا السقف الكوني الذي هو الغلاف الجوي، وهو أقرب شيء من السماء الدنيا لنا، جعله محفوظا، حفظه برعايته. يعني انظر إلى كوكب المريخ، بعد ما درسه العلماء تبين أنه كان يمتلك غلاف جوي، ولكن هذا الغلاف الجوي تبخر وانتهى. الآن المريخ ليس له غلاف جوي، القمر ليس له غلاف جوي، فلذلك لا يوجد حياة. درجة الحرارة ترتفع على سطح القمر أكثر من 100 درجة مئوية في مواجهة الشمس. لا يمكن لأحد أن يعيش هناك، هناك مخاطر الأشعة الكونية. يعني الغلاف الجوي ليس فقط يحمينا من النيازك، يحمينا من الأشعة الكونية، يحمينا من الرياح الشمسية القاتلة مثل العواصف الشمسية، هذه يسمونها عاصفة شمسية أو إعصار شمسي، تصل آثاره إلى هنا ونحن لا نشعر بها. هذا السقف الكوني الذي نحتمي به فوق الأرض وفوق رؤوسنا يحفظنا من كثير من الشرور. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فانظر أخي الحبيب كم هذا الإله رحيم. أنا أريدك فقط أن تشعر برحمة الله، أن تشعر أن الله عز وجل لا يمكن أن يترك عباده حائرين، لا يمكن أن يترك إنسانا يقول يا رب، لا يمكن أن ينسى إنسانا يقول يا رب ارزقني، يا رب احفظني، يا رب اشفني. ولكن الله عز وجل يحب أن يسمع صوتك، يحب أن يسمع دعائك، يحب أن تشعر بالنعمة التي أكرمك الله بها. لذلك أول آية في القرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. هذه الآية تلخص لك كل هذه النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما قلت الحمد لله رب العالمين تزداد النعم، تحافظ على النعمة التي عندك بل وتزداد أيضا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من منا اليوم ونحن منهمكون ومنغمسون في هذه الأحداث وفي ظلمات هذا العصر، وسط هذه التكنولوجيا الرقمية المعقدة والمعلومات والأخبار وغير ذلك، من منا يفكر بنعمة الغلاف الجوي فوق رؤوسنا؟ من منا يفكر لو أن هذا الغلاف زال هل نستطيع أن نعيش على الأرض؟ من منا يفكر بهذه النعمة؟ من منا يفكر أن الله خلق لك حصنا منيعا، درع، حتى العلماء يسمونه درع مغناطيسي بالنسبة للغلاف المغناطيسي، أيضا هناك غلاف مغناطيسي آخر غير الجوي يسمونه درع مغناطيسي أو درع إلكتروني قوي يحمي الأرض. لذلك الله هيأ لك كل شيء لحمايتك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينبغي أن نتفكر أيها الأحبة مثل هذه النيازك، يعني حتى هناك ما يسمى بالأمطار النيزكية تنزل ونحن لا نراها ولكن العلماء يرصدونها. نحن في كل لحظة معرضون لنيزك أو لحجارة تنزل من فوق رؤوسنا، ولكن العلماء كما وجدوا وكما يؤكدون أن معظم هذه النيازك إما أن تحترق على حدود الغلاف الجوي ولا نشعر بها، أو تنحرف بعيدا عن الأرض، أو غالبا ما تسقط في البحار. وإذا سقطت على اليابسة يقولون بالحرف الواحد تختار الأماكن غير المأهولة. يعني حسب نظرية الاحتمالات لو سقط مثلا 1000 نيزك وقمت بتوزيعها فستجد أن هناك نسبة تسقط في المناطق المأهولة، ولكن وجدوا أن القليل والقليل والقليل جدا منها ما يسقط في منطقة مأهولة، ونادر ما يحدث هذا، معظمها وكأن هذا النيزك موجه، هناك قوة توجهه وتقول له أسقط في البحر أو أسقط في صحراء أو أسقط في مكان غير مأهول ليصرف عنك الشر. هذا الإله أخي الحبيب، ركز معي قليلا، هذا الإله الرحيم ألا يستحق أن تتذكره وتذكره كل يوم؟ ألا يستحق أن تحمده؟ ألا يستحق أن تستحي منه فلا تعصيه أبدا؟ ألا يستحق أن ترجو لقاءه؟ انظر كم الله رحيم بك، فكن أنت رحيما بمن غيرك بما هو دونك ليرحمك الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.